السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ بخير صافا. المهم الموضوع ديال اليوم هو كيفاش تسوق واحد السيارة. هي واحد العملية جد بسيطة، كيبقى العملي في هذا الشيء. علاش انا مركز على الرجلين فقط، يعني السيارة وما الرجلين، يعني اللي كنتي كتقن مزيان هاد الثلاثة هادو فبإمكانك تسوق. ماشي تسوق حتى شاحنة او كار، اما الديريكسيون يعني السواقة فهاديك كيبقى فهمتي ساهله، ماشي بحال بيكالا او الدراجه الناريه كدوري شويه كدور معاك او كتميل الثقل ديالك. لا، فالعجلات اللي كتكون غاده باربعه العجلات فالتحكم تاعك كيكون شويه صعيب، ولكن مع المده انا اختاريت لكم اصعب حاجه وهذا هو لومبرياج. يعني اول حاجه خصك تعرفوها ثلاثه، انا بنت نهضر بالنسبه اللي ما عمرو ساق شي سياره، غادي تنبدا معاهم في الاول، اما هذاك اللي يبقى يتفهم عليا ولا شي حاجه ف لما يتفرج او شي حاجه. المهم بالنسبه للعاديين هذا يبدا. المهم عندك هذا كسيراتور، ديما اللي على يدك اليمين فهو كسيراتور، اللي عندك اللي في الوسط هذا هو الفران، ديما هذا هو الفران. وعندك هذا اللي في حدا الرجل الايسر فهو لومبرياج، او لومبرياج هذا حيت هذا عليه هو اللعبه. اول حاجه كديماري، يعني كتاخد الساروت كعادي كضرب نص دورة، هاهي سمع فهمتي نص دورة، ومن بعد يمكن لك عادي يمكن لك الديماري. أول حاجة غنديماري، أنت عاد طلعتي السيارة، أول حاجة خصك تبرك على هذا و فيتيس خليه ديما في الوسط، ديما في الوسط كيلعب عاد طلق. بطبيعة الحال راك بارك على فرع الأمان وكديماري. ديماري عادي عادي، مية برك على هدا خصك هاكا تطرق ودوز سي بروميير، تتوصل لواحد النقطة تتشوف الطونوبيلة كترعد، ملي كترعد راه باغا تزيد، ملي باغا تزيد كتكسيري شوية هانت واحد المليمتر ها صافي وكطلق صافي وهاكا كتمشي. ها السرعة الأولى، عاوتاني دوز دوزيام، ها السرعة الدوزيام، ها التروازيام صافي. ديك الساعات ملي كتوصل التروازيام ولا دوزيام ولا هي اللعبة عندك القضية في البروميير، اما الدوزيام هذا واخا تطلقوه بحال هكا معليش فهمتي. اذا هكا ما تدفعش هكا، ديما هكا حطك دمك حطك دمك وهكا كتمشي هكا شي شو بك. ماشي هكا، ماشي كتبركي بريو صبعانك، لا هكا فهمتي كترجع كترجع، يعني هات دوزي بروميير كتمشي دوزيام تروازيام صافي كتبقى غادي. يعني ما واحد الحاجة اللي سهلة، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، في حلقة أخرى إن شاء الله.